سي كمال راك ديما على الصفحة كونستانتين مريض. الله يبارك. واش حاب تقول اليوم؟ درك انت المعلومة اللي قلت لي حاب نمدها. درك راه نحكي لك معلومة على جمع سيدي الخضر. درك اللي تهضر معايا يقول لك انا هبط سيدي الخضر. مهما الناس الكبار يعرفوه بسيدي الخضر. بصح هو كنت لي المعلومة تاعو الصحيحة. شكون هو؟ شكون هو سيدي الخضر هذا؟ هو موش سيدي الخضر، هو واسمو الجامع الخضر، خاطر ما هو جاي في وسط الديار باه يبينوه باللي راه كاين مجد تما صبغوا خضر. شكون هادو اللي يبينوه؟ العثمانيين. ايوا يدخلوا لهنا صبغوا خضر باه يبان هو واسمو جامع الخضر، موش واسمو سيدي الخضر. وبكري الناس باقية تتبع كما في اسطنبول الجامع الأزرق. الجامع الأزرق في اسطنبول. الدولة العثمانية كي دخلت لهنا صبغوا خضر باه يبان، وحنا واش نقولوا له؟ نقولوا له جامع الخضر، زادوا له سيدي الخضر، هو اسمه جامع الخضر برك، خاطر ما جاي في وسط الزنق تاع عرب. ودرك الناس كيحبوا يتأكدوا من المعلومة هذه كيفاه يعني؟ يا خويا يروحوا يوليوا شوية للتاريخ اللورا ويلقاو بربي ان شاء الله كيما نحكي لك فيه. يعطيك الصحة سيدي. الله يبارك فيك. كونستانتين مافيل باش في فيسبوك.